عام 57 أطلق حملة سياسية جديدة مختلفة كلياً عن المحاولات التي شهدتها الدول الاشتراكية من قبل. الشعار الأساسي هو التالي: فلتتفتح 100 وردة، فلتتجادل 100 مدرسة من المدارس الفكرية. هذا هو الشعار الذي سمعناه في جامعة بكين وأثار حماسة الطلاب، فشعرنا وكأن أفكارنا بدأت تتحرر. كان هدف ماو تقديم صمام أمان للأحباط الشعبي من خلال السماح للناس بانتقاد الانتهاكات التي يرتكبها المسؤولون في الحزب. حاول قادة الحركات الطلابية أمثال لين تشيلين التأكيد على أن المشكلة ليست في المسؤولين بل في النظام الاشتراكي بحد ذاته، فأثار هذا الأمر البلبلة. قال أحد زملائي في الصف: لو حصلت الثورة المجرية في الصين لنزلت مع الثوار إلى الشارع. فرد صديقه: لو فعلت ذلك لأطلقت النار عليك. قمعت هذه البلبلة بشكل سريع، ما أثار هلع الطلاب. ادعى ماو كذبا أن هدفه الأساسي كان الكشف عن العناصر السيئة، ونصب شركا للأفاعي لتخرج من جحورها. تقول إن الحزب بعيد كل البعد عن الشعب، كيف يعقل ذلك؟ أنا أقول إن لا أحد سواك بعيد ملايين الأميال عن الحزب نظرا لأنك لا تؤمن به. أشعر وكأن الحزب لم يعد مقربا من الشعب كما كان منذ قبل. شوهت سمعة جي بي تشي وهو محاضر سياسي في بكين لأنه يعطي خير مثال على خيانة منتقدي الحزب. ما هو موقفك؟ هل تتكلم كمحاضر في جامعة الشعب أو هل تتكلم كخائن؟ علينا أن نعرف ما أنت عليه. أرسل حوالي 500,000 مفكر يميني للعمل كفلاحين في المناطق الريفية، ولم يتمكنوا من مغادرتها على مدى 20 سنة. وجاء بعدها الرئيس ماو بفكرة حملة جديدة لم تكن تستهدف هذه المرة مفكري الصين، بل أعداء أكثر تواضعاً: البعوض والذباب والفئران، والأهم من ذلك كله عصافير الدوري. خرجت الطبقات العاملة بأعدادها الهائلة للعمل كفزاعات بشرية إلى أن قضت الطيور من شدة الإعياء. لم تكن هذه الحملة خيالية، فالحشرات التي يأكلها الدوري تكاثرت وتسببت في خسائر فادحة في المحاصيل. في السنة التالية سيتغير هدف الحملة ليطال البعوض. في تلك المرحلة زار ماو موسكو وجدد تأكيده علنا على وفائه للقضية السوفياتية. شكل شعبنا تحالفا أخويا في سبيل النضال المشترك، ولن تتمكن أي قوة في العالم من التفريق بيننا. على الرغم من الاستقبال الأخوي ووجود وفد صيني يضم أرملة سان ياتسين ووزير الدفاع الصيني بينغ دوهواي، لم تكن العلاقات جيدة بالقدر الذي بدت عليه. تحدث ماو عن حرب عالمية جديدة لا مفر منها، تستعمل فيها الأسلحة النووية التي تسعى الصين للحصول عليها، ما أثار قلق كروشيف. فقال ماو بلا مبالاة: قد تتسبب هذه الحرب في موت نصف سكان الأرض، ولكنها ستضع حدا للرأسمالية. في وقت لاحق التقى بالطلاب الصينيين في جامعة موسكو. عرفهم إلى أمين سر الحزب دينغ تشاو دينغ الذي لقبه بقطعة صغيرة من الذهب لأنه يجسد الجيل الجديد من قادة الحزب.
وأكد لهم أن ريح الشرق ستتغلب قريبا على ريح الغرب وستقضي الاشتراكية على الرأسمالية. مع عودته إلى دياره أمضى ماو الأشهر الأربعة التالية متنقلا ما بين الأقاليم على متن قطاره الخاص. في موسكو يعلن ماو أن الصين ستتفوق على بريطانيا على صعيد إنتاج الفولاذ في غضون 15 عاما فقط. وجد ماو الإلهام في حركة شعبية لبناء مشاريع الري التي أطلقتها الحكومة في ذلك الشتاء على خط موازن للحملة ضد الحشرات الأربعة. تم حشد 100 مليون فلاح لبناء الخزانات. في أيار عام 58 زار ماو مواقع البناء الهائلة قرب مقابر مينغ خارج مدينة بكين، وتمكن هناك من إقناع نفسه وزملائه بأن الصين ستقفز قفزة كبيرة إلى الأمام إذا ما استخدمت الطرق عينها في الميدان الاقتصادي، مستمدة بالتالي قوتها من الإرادة البشرية. ودعا زعماء الحزب جميعا بمن فيهم زودو إلى إظهار دعمهم الكامل. أذعن الجميع لطلبه على الرغم من عدم اقتناع البعض بذلك. عام 1958 رأى ماو أن اقتصادنا القومي قابل للتطور بشكل سريع، ولكن زو لم يوافقه الرأي، ورأى أن نكون عمليين أكثر ونحاول ما بوسعنا للإسراع في هذه العملية، إلا أنه ينبغي وضع حدود لها. لم يكن الوئام يسود علاقتهما دائماً. في الواقع أراد ماو التخلص منه في وقت من الأوقات، لأن أفكاره لم تكن تلقى موافقة زو المطلقة. اقترح ماو دمج الجمعيات التعاونية وتحويلها إلى تعاونيات زراعية كبرى تعمل كأدوات للحكومة المحلية والدفاع وكأدوات للإنتاج. لم يحبذ الفلاحون إضفاء صفة عسكرية على حياتهم وقمع الحريات الفردية، إلا أنهم لم يجدوا أمامهم خياراً آخر. بعد تطبيق التأمين عادت ريح الاشتراكية كما أطلق عليها لتهب بقوة أكبر. لم يحدث تغير الأسماء تغيرا ملحوظا، فسواء أكانت جمعيات تعاونية أو تعاونيات لن يكون الأمر مماثلا. كان الناس يكرهون أشد الكره المطاعم الشيوعية الجديدة التي اعتبرت خطوة رسمية عملاقة على الدرب الاشتراكية. فقدت العائلة مكانتها، فوجد الناس أنفسهم في فوضى عارمة. أدرك ماو نفور الفلاحين، لكنه لم يتقاسمه معهم. قال لأمين سره: يريد الفلاحون الحرية ونحن نريد الشيوعية. في ذلك الصيف عقد اجتماعا رسميا على مبدأ التعاونيات الشعبية. استحضر ماو في ذهنه صورا رائعة لمستقبل الصين الغني بالثروات، وقال لزملائه: الأمر أشبه بمهجونج، عليكم مضاعفة الرهانات باستمرار. بلغت القفزة الكبيرة ذروتها خلال مؤتمر بندهاي، إذ تمت الموافقة على مضاعفة إنتاج الفولاذ. في الوقت عينه وضعت أنظمة جديدة تحمل لجان الحزب المسؤولية إذا تعذر تحقيق الأهداف المنشودة. ما الذي يمكن توقعه في ظل قواعد مماثلة؟ كانت الصحف تتبجح يومياً وتقدم تقارير عن أرقام غير صحيحة، وذلك لإقناع الناس بإمكانية مضاعفة إنتاج الفولاذ.
كانت الصين تنتج 5 ملايين طن من الفولاذ سنويا، ولكن ماو أراد رفع هذه الكمية إلى 100 مليون طن في غضون 3 سنوات فقط. في سبيل تأمين الوقود اللازم للأفران، استعدت البلاد للتنقيب عن الفحم الحجري. أخذنا كلنا كلام الرئيس بعين الاعتبار ولبينا دعوته، فتوحدنا وسرنا إلى حيثما قادنا الرئيس ماو. كان الجميع يشعر بالإحساس عينه، كنا نثق به ولا ننتظر مكافأة منه، كنا نقوم بعمل تطوعي. حين نعود بالذاكرة إلى تلك الأيام تبدو لنا أشبه بالجنون. كنا نعتمد على قوتنا الشخصية، فالآلات غير متوفرة، وجل ما كنا نملكه هو رفش لنحفر به وحمالة لنقل التربة، وتمكنا من القيام بكل شيء بواسطة هاتين الأداتين فحسب. في وقت لاحق تضاعفت ساعات العمل، فأصبنا بآلام مبرحة في العضلات وأصبحنا عاجزين عن تحريك أصابعنا. اعتادوا أن يقدموا لنا قصعة من الحساء وقطعة من الخبز لأكلها خلال فترات الاستراحة، غير أننا كنا خائري القوى وأيدينا ترجف بشدة. في سبيل تحقيق هدف ماو، تم حث الناس على بناء مصاهر خاصة بهم أو أفران الفناء الخلفي. ولم تكد تمر فترة طويلة حتى انتشرت الأفران من مختلف الأشكال والأحجام في كل مصنع ووحدة وجوار، وتميزت بشهيتها النهمة. سحقت كل مقتنيات عامة الشعب المصنوعة من الحديد ورميت في الأفران، ولكن هذه الجهود كانت عديمة الجدوى، فبعض المعادن التي رميت في الأفران كانت من نوعية رديئة ولا يمكن أن نصنع منها شيئاً. كنت أعمل على فرن صغير وزوجتي على آخر، وقمنا بإذابة القدور والأوعية والسلاسل الحديدية وغيرها من الأواني في هذه الأفران لنصنع منها الفولاذ. ولما رأيتهم يغرفون من الفرن مادة سوداء أشبه بالوحل، سألت الشخص المسؤول: أهذا هو الفولاذ؟ فأجابني: لا تقلق، سنرسلها إلى مصنع للفولاذ لمعالجتها، ولكن الكمية الأكبر كانت تذهب هباء. على الرغم من ذلك، أراد الجميع أن يمد يد العون حتى نجوم أوبرا بيكينغ. أثارت القفزة الكبيرة حماسة ماو تماماً كما فعلت الحرب الكورية ل7 سنوات خلت، كلتاهما أدت إلى تطرف شامل على الصعيد السياسي. عام 58 أمر ماو باتخاذ إجراءات جديدة للضغط على تايوان، غير أن هذه الأزمة لم تنتهي إلا بعد تهديد أمريكا باستعمال الأسلحة النووية، وبعد 6 أشهر أعلنت الصين أنها قمعت عصياناً في التبت. كان سكان تيبت يشعرون بالاستياء الشديد منذ استعادة الجيش الشيوعي سيطرته على الصين عام 51، وفرض التأميم عليهم سياسات كانوا يعتبرونها غريبة عنهم. كان تأسيس التعاونيات القشة الأخيرة، فالاستقلال المحدود الذي تمتع به في عهد دالاي لاما استبدل بحكم مباشر من بكين. ومن الآن فصاعدا ستصبح التيبت مقاطعة صينية.
عام 59 ادعى المسؤولون في مختلف أنحاء الصين بأن المحاصيل غزيرة جدا، سواء لجهة الحبوب أو القطن أو المحاصيل الصناعية الأخرى. وذهب ماو بنفسه لرؤية المحاصيل الاستثنائية التي تم الإبلاغ عنها. لسوء الحظ كان الموضوع عبارة عن مسحة خشنة. كانت الكميات التي أبلغ عنها تفوق الواقع بكثير، فالبعض قال طنا ونصف في كل كيلومتر مربع. في الواقع لا يعطي كل كيلومتر مربع أكثر من طن واحد من الأرز، وعلى الرغم من ذلك أبلغ عن 20 طنا في كل كيلومتر مربع، وهذا أمر مستحيل. كانت هذه الأرقام مبالغا فيها. في بعض الأماكن كان الأرز مزروعاً بشكل محكم للغاية، فادعى البعض أنه قد يتحمل وزن الإنسان. لم تكن الأرقام التي أبلغ عنها واقعية، ما أدى إلى ظهور مشكلة. فعند جباية الضرائب كان عليهم أن يأخذوا جزءاً من الكميات التي ادخروها ليسددوا ما يتوجب عليهم، فكانت النتيجة أنهم بدأوا يعانون من نقص في الطعام مع حلول الربيع. كانت المجاعة التي ساهمت الكوارث الطبيعية في جعلها أكثر سوءاً. كان ماو على علم بهذه الصعوبات وبالمجاعة التي طالت عدداً من الأقاليم، ولكنه لم يزر هذه المناطق، وأكدت الحكومة له بأن الوضع إيجابي عموماً، فجن جنونه. لم يكن الوزراء ونواب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ينقلون للرئيس ماو إلا الأخبار الجيدة. كانوا يخشون التحدث صراحة معه، فكلما رأوه دب الذعر فيهم. حين عبر ماو وأعضاء المكتب السياسي نهر اليانغتسي لحضور مؤتمر في المنتجع الجبلي في لوشان، أحس الجميع وكأنهم في إجازة. في ربيع تلك السنة عين ماو نائبه لو تشاو كي رئيساً للبلاد. أحضر جو دو وغيره من الزعماء زوجاتهم، فأحس الجميع بأن الأسابيع القليلة المقبلة تعد نوعاً من الاستجمام. في لوشان قام ماو بزيارة المعالم المحلية على مدى أيام عدة، فقد رأى أن اللجنة المركزية تحتاج إلى تصحيح تجاوزات القفزة الكبيرة، ولكن المسألة كانت مجرد عملية ضبط دقيقة. كان هناك رجل واحد يظن العكس. كان وزير الدفاع بينغ دوهاي بطلا من أبطال الحرب المدنية وقائد القوات الصينية في كوريا. ولد هو وماو في قريتين متجاورتين وعملا معا لأكثر من 30 سنة. من خلال شبكات الاستخبارات العسكرية كان بينغ على علم بكل ما يجري أكثر من سواه. وصل إلى لوشان في حالة من الاضطراب الشديد بسبب المجرى الذي أخذته الأحداث. قبل الاجتماع عمم رسالة على زملائه معبرا فيها عن قلقه بشأن القفزة الكبيرة. لو كتب شخص آخر رسالة بينغ دوهاي لكان ذلك أفضل. لو كتبها مثلا شخص مثلي من مرتبة أدنى لكان ذلك أفضل. ولكن ماو كان يعلم أن دينغ دوهاي صاحب أفكار يسارية، والمواقف التي يتخذها مختلفة عن مواقفه، فخرج عن طوره وقال: سأعود إلى جينغانشان وأبدأ من الصفر وأشن حرب عصابات ضدك. قال ذلك حقا وتوترت أعصابه. ظن ماو أن دينغ دوهاي يسعى للانتقام بسبب خلافاتهما السابقة، فقال: لقد عاشرت أمي على مدى 40 سنة، وحان الآن دوري لأعاشر والدتك. كان متأثرا جدا مما حصل، ولكن بينغ لم يكن معتادا على ذلك من قبل. جرد بانغ وحلفاؤه من نفوذهم واختفوا من المسرح السياسي. شكل مؤتمر لوشان نقطة تحول، فلم يجرؤ أي عضو من المكتب السياسي على انتقاد ماو علنا من قبل. من الآن فصاعدا ستعتبر الخلافات البسيطة في الرأي معارضة سياسية ستقمع، فسلطة ماو أصبحت مطلقة.
في تلك السنة تميز الاستعراض القومي الذي أقيم في الذكرى العاشرة للانتصار الاشتراكي بعظمة لا مثيل لها. حضر الاستعراض خروتشيف بنفسه، فكانت تلك زيارته الأخيرة للصين قبل أن يفترق البلدان وتسحب روسيا مساعدتها الاقتصادية. بقيت المجاعة التي تسببت بها القفزة الكبيرة مخفية. لم يكن ماو مستعداً للاعتراف أمام خصومه الأيديولوجيين بأن رؤيته العظيمة كانت مجرد قشرة فارغة. في صيف العام 1961 تلقى ماو زيارة غير مألوفة من المارشال البريطاني مونتغومري. إنه قائد عسكري وجد نفسه مرغماً مثله تماماً على تحمل تبعية خسائر الحرب الفادحة. بالنسبة إلى مونتغومري كانت تلك المرة الأولى التي يقوم فيها بتنازل مماثل في الصين، ولكن ماو اكتفى بالتلميح إلى مونتغومري بحقيقة حجم المأساة التي بدأت تتكشف للعيان. بدأت المجاعة بالظهور في شتاء العام 1958 وانطلقت من مقاطعتي شاندونغ وهينان. استناداً إلى الأرقام الرسمية، ارتفع عدد الموتى من مليون عام 1958 إلى 24 مليوناً عام 1962. أجريت أبحاث حول هذه الأرقام، وأظن أن هذا العدد الإجمالي للأشخاص الذين قضوا نحبهم بسبب المجاعة بلغ 38 مليون شخص. اختير إقليم شينيانغ القروي في مقاطعة هينان التي تبعد 500 ميل جنوبية بكين كنموذج وطني. عام 58 قام أكثر من مليون مسؤول من مختلف أنحاء البلاد بزيارة هذه المنطقة. أثنى هذا الفيلم الدعائي الذي صور في تلك الحقبة على إنجازات الإقليم، مظهراً الفوارق المثالية التي يمكن أن تتأتى عن التعاونيات إذا ما طبقت بالحماس المطلوبة. فهذه الصور المشرقة كانت تهدف إلى تكذيب الحقيقة الكامنة وراءها. في الروضة بدا الأولاد كقرود صغيرة، كانت عيونهم مشعة ولكن وجوههم أشبه بالهياكل العظمية. جلسوا جميعا على الأرض ولم يكن بوسعهم الوقوف. زحف صبي إلى المطبخ لالتقاط قشرة بصلة من مطعم التعاونية والتهمها. من الناحية الرسمية كانت قيود الحصاد تشير إلى وفرة الحبوب، أمنت مطابخ التعاونيات للفلاحين كل ما يريدونه. في الحياة العملية لم يكن ذلك صحيحا. شاع أكل لحوم البشر أو على الأقل في شينجيانغ. كان الناس يقتطعون أجزاء من أفخاذ الجثث المرمية على الطرقات ويحملونها إلى منازلهم لطهوها. ظهرت أيضا بعض الحالات التي أكل فيها الناس بعضهم بعضا، ولعل أكثر الأمثلة بشاعة هي الأهل الذين أكلوا أولادهم. أصبح الناس يخشون الأحياء لأن الأحياء سيأكلونهم. لم نجد أي صورة للمجاعة، لم تؤخذ أي صورة تدل عليها، فقد بقيت سرا مميتا أخفي خلف صور تدل على الوفرة. أدرك ماو أن أعداء بكين سيشعرون بارتياح خبيث إذا علموا بالمآسي التي تسببت بها سياساته. في إقليم شينيانغ النموذجي قضى أكثر من مليون شخص من السكان نحبهم بسبب الجوع. عام 60 أجرى 3 مسؤولين حكوميين كبار دراسة مفصلة عن عدد السكان. وضع المسؤولون 3 تقريرا يثبت أن أكثر من 10 ملايين نسمة قضوا نحبهم في البلاد. أرسلوا هذا التقرير إلى شو إن لاي وماو تسي تونغ، فأمر شو إن لاي بإتلاف التقرير على الفور. لم يستطع القادة الآخرون في الصين بمن فيهم رئيس البلاد ليو تشاو تشي تكوين صورة واضحة عن الوضع، فلم يدرك ليو حجم الخسائر
حتى العام 61 حين زار مسقط رأسي في هينان وتحدث إلى الفلاحين. عندما وصل والدي قال له المسؤولون إن المشكلة الأساسية هي الجفاف، ولكن والدي أجابهم: لقد ترعرعت في الريف وأعرف جيداً أنه كلما حل الجفاف تفرغ البرك من المياه، ولكنني أراها نصف ملآنة. لعل النقص في المياه يثير مشكلة، ولكنني لا أخال أنها المشكلة الأساسية. سأل الفلاحين عما حصل، ولكن لم يجرؤ أحد على إخباره، وبعد لقاءات عديدة بينه وبينهم اعترفوا بالحقيقة. قال له أحد الفلاحين: أظن أن ثلث المجاعة يعود إلى كارثة طبيعية وسبعها إلى كارثة من صنع الإنسان. تم العمل لاحقا بمبدأ توزيع حصص الطعام، فوجد الناس فيه خير دليل على أن الأيام المقبلة ستكون أفضل. ومع بلوغ المجاعة ذروتها لم يعد الطعام متوفرا لتوزيعه. بقي مبدأ توزيع الطعام نافذا في الصين حتى بعد موت ماو. خلال اجتماع لقادة الحزب عام 62 استشهد ليو تشاوتشي بأقوال الفلاح المخبر أن 30% من المجاعة يعود إلى كارثة طبيعية و70% منها من صنع الإنسان. أثارت هذه الملاحظة الساخرة غضب ماو فألقى خطابا حول النقد الذاتي. صحيح أن نفوذه لم يمس، ولكنه بدأ يتساءل عما إذا كان ليو خلفا ملائما له. أدخل والدي سياسات جديدة الواحدة تلو الأخرى، ومنها ما يعطي المزارع الأسرية حق التفرد عن بعضها بعضا، ومنها ما يعطي لكل فلاح حق الحصول على قطعة أرض يحصد منها طعامه. انتقد الرئيس ماو هذه السياسات واعتبرها أسوأ من سياسات خروتشيف. في محاولة للنهوض بالصين من جديد بعد المآسي التي تسببت بها القفزة الكبيرة، اعتمد ليو بشكل أساسي على زيو لاي الذي أخذ يجوب البلاد من دون كلل أو ملل. الذرائعي بينغ تشاو بينغ الذي أغضب الرئيس ماو بقوله: لا يهم ما إذا كان الهر أسود أو أبيض، المهم هو أن يقبض على الفأر، أصبح حليف ليو المقرب إليه. لم يدرك أي منهما أن الرئيس يمد حبلا طويلا لليو ليشنق به نفسه، فيثبت بذلك أنه من أنصار المذهب المنادي بالتغيير والذي سيضع الصين على طريق الرأسمالية. وخلال انتظاره ذلك انسحب ماو من المنافسة السياسية كما اعتاد أن يفعل في أوقات مماثلة. أظنه أصبح يميل إلى العزلة أكثر فأكثر. في الواقع لم يعد يمضي وقتا طويلا خلف دفة القيادة، وتوقف عن إدارة الحزب والحكومة، وراح يمضي أوقاته متنقلاً من مكان إلى آخر ومن فندق إلى آخر، يتحدث إلى السكان المحليين أو الفلاحين في الأرياف، لكنه ابتعد كثيراً عن زملائه وقادة الحزب، وبعد فترة وجيزة تركهم يتولون قيادة السيارة بمفردهم إذا جاز التعبير. وكلما ارتكبوا خطأ انتقدهم بشدة. مع بقاء ماو بعيدا عن الأنظار، أصبح ليو تشاوتشي الرئيس الرسمي للصين فيما يتعلق بالعلاقات مع العالم الخارجي، فكان يصطحب زوجته الأنيقة والمثقفة وانغ وانغ ماي حيثما سافر. كان الرجال أمثال هوتشي مين في فيتنام يعتبرونه رفيق ماو المقرب إليه وخليفته المحتمل. لم يكن ليو أو هؤلاء الأشخاص يملكون أدنى فكرة عن القنبلة التي سيفجرها ماو. وعلى الرغم من الإدراك المتأخر كانت إشارات التحذير واضحة للغاية. فيما يتعلق بتعلم اللغة الإنجليزية، لم يكن ماو طالباً مجتهداً. في السنوات الأولى
كنت أخال أنه يملك الكثير من أوقات الفراغ، ولكنني أدركت لاحقا أنه كان يفكر في الخطوة التالية التي سيقوم بها. قال لي مرة ثمة مشاكل في الحزب الاشتراكي وسأكون مشغولا في المستقبل، وقد لا يتسنى لي الوقت لأتعلم الإنجليزية. فشعرت عندها بأن مشكلة كبيرة على وشك أن تقع. عام 65 عاد ماو إلى جينكشان للمرة الأولى منذ العشرينيات. بدأ الرئيس وكأنه يحن إلى الماضي في نظر المحيطين به، لكنهم كانوا على خطأ. فخلال تأمله ذلك الجبل النائي حيث قاتل قبل 40 سنة، كان يفكر فيما يكمن خلفه. لم نفهم يومها شيئا. قال: علينا أن ندرب جيلا جديدا من الثوريين ليتولوا زمام الأمور من بعدنا، ولن يتعلموا كيف يكونون ثوريين إلا إذا اشتعل فتيل الثورة. لم يقل ذلك صراحة، ولكن إن فكرنا مليا في الموضوع، ضد من عليهم أن يثوروا؟ كانت حكومته والحزب المرشحين الوحيدين، وهذا ما حثهم على القيام به. بدأ الأمر على شكل حركة احتجاج أطلقها طلاب الصفوف التكميلية الذين شجبوا المؤسسة الأكاديمية وأعضاء الحزب. في شهر مايو علقت أستاذة في الفلسفة ملصقا هاجمت فيه القيمين على الجامعة واتهمتهم بأنهم رجعيون. دافع ماو عنها بشدة، وأصبحت المرأة واسمها نين يان زي وجها وطنيا بارزا. قال لي الرئيس ماو: إنه إعلان للجنة الثورية في بكين، وإنه أفضل من إعلان اللجنة الثورية في باريس وأكثر روعة. لقد جعلني أنا وملصقي شهيرين للغاية، ولقد رفعني عاليا جدا. علقت نيان زي ملصقها هنا على جدار الجامعة التي بقيت منذ العام 50 حكرا على مناظرات الطلاب. شكل هذا الأمر الخطوة الأولى نحو ما سيعرف بالثورة الثقافية البروليتارية الكبرى، أو المحاولة المشؤومة الأخيرة التي سيقدم ماو عليها ليتأكد من أن أفكاره الثورية ستبقى حية في الصين حتى بعد مماته. وفي غضون أيام اشتعلت النيران في الحركة وكأنها فتيل من البارود. بعد مرور 6 أسابيع تدخل ماو من جديد، ولكن جسديا هذه المرة. فالرئيس البالغ من العمر 72 عاما نزل بقامته المهيبة في نهر يانغتشين وراح يتخبط ويعوم فيه طوال ساعتين، تاركا النهر يجرفه. في الصين تتحدث الرموز أكثر من الكلمات، إنه خير دليل على القوة والنفوذ. بعد أن انتظر 4 سنوات في المقاعد الخلفية عاد ماو إلى الواجهة من جديد. أثار العمل البطولي موجة من المنافسة ما لبثت أن أصبحت تعصبا وهمجية. وتولى الجيش الذي ساهم في الماضي في ارتقاء ماو سلم الشهرة القيام بالخطوة الأولى. لا شيء يمكن أن يكون متهورا حين يتعلق الأمر بإظهار الإخلاص للرئيس. كان ينبغي على هؤلاء السباحين الأبطال أن يرفعوا أيديهم للتحية وأن يطلقوا العنان لأصواتهم هاتفين بالشعارات. شاهدنا كل شيء، شاهدناهم يصرخون: فليحيى الرئيس ماو، فليحيى الرئيس ماو. ابتلعوا مقدار دلوين من الماء، لم يكن بوسعهم القيام بأي شيء آخر. مع عودته إلى بكين في شهر أغسطس انتقد ماو عجز ليو ودينغ عن معالجة هموم الطلاب، وعين وزير الدفاع لين باو، وهو رجل انطوائي ومنكمش على نفسه، الرجل الثاني في الصين. ولكن الوريث الشرعي للحكم ليو تشاو تشي توارى عن الأنظار بشكل مثير للقلق.
كان ماو مسرورا جدا بتغير مركز الثقل السياسي في الصين، إذ لم يعد يكمن في اللجنة المركزية، بل انتقل إلى الشوارع وإلى الساحة المجاورة للمدينة المحظورة. يعد هذا المكان اليوم من الأماكن العامة التي تشهد حراسة مشددة للغاية، فقد كان مركز النفوذ الصيني طوال السنوات 600 الماضية. هذا هو المكان الذي قصده الناس للاحتجاج في العامين 79 و89، أتى الطلاب إلى هنا للتعبير عن سخطهم على الحكومة. وفي الستينيات لعب ماو دور المنشق واختار سرية الحرس الأحمر سلاحا له. في فجر 18 من أغسطس عام 66 ظهر ماو بنفسه ليستعرض مؤيديه من الشبان. أكثر من مليون جندي من قوات الصدم لبوا نداءه تأييدا لتنقية الثورة الصينية من المنادين بالتغيير. وأقسم الحرس الأحمر الذي سينقسم فيما بعد إلى مجموعات صغيرة على التضحية بحياته دفاعا عن قضية الرئيس. الرئيس ماو هو قائدنا، إننا نخضع لأوامر القائد العظيم وعلينا الإصغاء جيدا إلى كلامه، فتتمكن بعدها الثورة الثقافية من التطور بهدوء وتحقيق انتصارات باهرة. نريد القضاء على الذهنية القديمة والثقافة القديمة والعادات القديمة والتقاليد القديمة التي كانت تستغلها الطبقات، فلنتخلص من الأشخاص البغيدين، فلنزل كل العوائق. خلال اجتماعات الحرس الأحمر في مختلف أنحاء العالم نقلت تعليمات لين بياو للقضاء على الأشياء القديمة. أنزلت لافتات المتاجر التي اعتبرها الحرس الأحمر برجوازية مثل لافتة مطعم بيكين داك وأتلفت. جرى تغيير أسماء الشوارع ودقت الأسماء القديمة حتى أصبحت مسطحة، وكأنه يمكن التخلص من انحطاطها بهذه الطريقة. وسمي الشارع الذي تقع فيه السفارة الروسية الشارع المناهض للتغيير. مع استلام الحرس الأحمر السلطة ظهرت حركة تفتيش وضبط، وشاركنا فيها أنا وأخوتي الأكبر سنا مني. كنا نذهب أحيانا إلى الشرطة ونقول لهم هذه العائلة هي عائلة مالك أرض، إنهم أناس أشرار وسنذهب للتفتيش والضبط. وكنا نعثر بين الحين والآخر على أعمال فنية محظورة مثل نسخة نادرة لللوتس الذهبي حفر غلافها بالعاج، فنقول لبعضنا بعضا إنهم يملكون كتبا بذيئة. بقي هذا الفيلم الذي صور بالأبيض والأسود مخبئاً لأكثر من 40 سنة، ولم يشاهده أحد باستثناء الشرطة الصينية وعدد قليل من كبار القادة. إنه يعطي صورة حقيقية عن الحملات التي شنتها الثورة الثقافية ضد المالكين السابقين للأراضي والرأسماليين وغيرهم من الأشخاص الذين ينتمون إلى خلفية طبقية غير صالحة. قامت الشرطة بمساعدتنا أيضا، فزودتنا بعناوين الأشخاص الذين ينبغي أن نحقق معهم. كانوا يقولون لنا يقيم فلان الفلاني في هذا العنوان، فاذهبوا وفتشوا المكان وصادر الأشياء. لم تكن عملية التفتيش والمصادرة منظمة في ذلك الوقت،
كنا في حالة من الغضب الشديد ودفعنا غضبنا إلى القيام بذلك. كانت مدرستي تقع في الضواحي على مسافة بعيدة من المدينة، ففتشنا منازل المالكين السابقين للأراضي والفلاحين الأثرياء في الريف، وتولى طلاب الصفوف التكميلية مطاردتهم، فقتلوا معظم مالكي الأراضي في القرى المجاورة لمدرستنا. علمنا الرئيس ماو أن الثورة تساعدنا على الاعتماد على أنفسنا وعلى تحرير أنفسنا وعلى الدفاع عن أنفسنا وعلى تثقيف أنفسنا، سواء أكنتم أساتذة أو طلابا ثوريين من بكين أو من أي بقعة أخرى في البلاد. نريد القضاء على الأفكار البرجوازية ونشر الأفكار البروليتارية أو أفكار ماو تسي تونغ. فليحيا الحزب الاشتراكي والصين، فلتحيا أفكار ماو تسي تونغ الذي لا يقهر، فليحيا ماو تسي تونغ. أدرك القادة المركزيون أن الحرس الأحمر كانوا يضربون الناس، ولكنهم قالوا أنه ينبغي على الناس أن يتعلموا من الحرس الأحمر ويؤدوا لهم التحية. وبعد عدة أسابيع تعرض الكثيرون للتعذيب والضرب الشديد، وعندما انتهت حملات التعذيب والضرب هذه كان المئات من الأشخاص قد قضوا نحبهم. أذكر جيداً ما حصل، وكأنه حصل للتو أمام عيني. رأيت طلاباً أقوياء البنية بمن فيهم بعض زملائي في الصف الذين يتقنون الفنون القتالية يقفزون إلى المنبر ويضربون المعلم، وبعد أن انتهوا منه لم يعد يشبه إنساناً بشرياً، إذ تعرض وجهه للضرب الشديد ولم يعد أنفه أو عيناه في مكانهما، كان في حالة يرثى لها. وعندما رأيت ما حصل توقف قلبي عن الخفقان. ثمة قول شعبي مستمد من أعمال ماو: الثورة ليست مأدبة عشاء، الثورة عبارة عن عمل عنيف يتيح لإحدى الطبقات الإطاحة بنفوذ طبقة أخرى. هذه هي الروح التي سادت خلال السنة الأولى من الثورة الثقافية. طلب من الجيش ألا يتدخل، وطلب من الشرطة ألا تتدخل، وقال ماو: دعوا الأبطال الشبان يرتكبون الأخطاء ويتعلمون من أخطائهم ويصححونها بأنفسهم، لا يمكننا الوقوف خلفهم والإشارة إليهم وانتقادهم. ساهم كلامه هذا في تحريرنا جميعا. مع بلوغ الاحتفال ذروته ظهر ماو ولين بياو وحول ذراعهما شرط الحرس الأحمر. كان زو إن لاي يتميز بسرعة تكيفه مع تقلبات مزاج الرئيس، فراح يحدق إلى رجاله، ولكن قادة ماو العسكريين لم يحذوا حذوه. عقدنا في تلك الليلة اجتماعا للجنة المقاطعة الدائمة، وإذا بالحرس الأحمر يقتحمون المكان صارخين: نريد ثانيون هاي. واصطحبوني معهم ليوجهوا إلي الاتهامات خلال الاجتماعات التي كان يحضرها مئات الآلاف من الأشخاص. حصل ذلك 3 أو 4 مرات، وفي مناسبات أخرى كانوا يجلبونني قبل الاجتماع مع 1000 أو 2000 شخص. اصطحبوني مرات عديدة إلى غرفة صغيرة تضم 12 شخصا تقريبا. كانت الاجتماعات الكبيرة أكثر سهولة،
لأنهم لا يجرؤون على إساءة التصرف أمام الملأ، ولكن في الغرفة الصغيرة حيث الأبواب والنوافذ مغلقة يمكنهم أن يفعلوا ما يحلو لهم. كانت الصين تسير ببطء شديد نحو الجحيم. تعرضت الضحايا ذات الرتب العالية للإذلال الشعبي أمام حشد غفير احتشد في ملعب كرة القدم، ووضعت حول أعناقهم لافتات كتبت أسماءهم عليها وكأنهم مجرمون وضعون ينتظرون الإعدام. كان وو هان كاتباً مسرحياً وأثار أحد أعماله غضب ماو، فتذرع الرئيس بهذا الأمر للإطاحة براعي وو ومحافظ بكين بينغ رين. إن آلة الموت التي أشعلها ماو ستطالب بالمزيد من الضحايا من رتب عالية في سلسلة القيادة، ولكن الرئيس سيترك بينغ وزملائه يتخبطون في مهب الريح. رجل واحد تعرض لمعاملة في غاية القسوة، إنه ابن دينغ تشياو بينغ، دينغ بو فانغ، الذي يترأس حالياً الجمعية الوطنية الصينية للمعوقين. عام 66 كان طالباً في جامعة بكين في السنة الأخيرة. ألقى بعض الطلاب المتطرفين القبض علي واحتجزوني في أحد السجون. شعرت بأن مستقبلي قد ضاع. ضربوني لأن الاضطهاد الجسدي كان شائعا جدا في تلك الفترة، وفقدت حياتي كل معانيها. وجدت أن الموت أفضل لي، فقفزت من أعلى المبنى الذي كنت محتجزا فيه. في تلك اللحظة لم يكن لمسألة الحياة أو الموت أي أهمية بالنسبة إلي، وقلما ما كان يهمني ما إذا أصبحت معوقا أم لا. لم أكن آبه لشيء أبدا. كانت الثورة الثقافية محاولة لتغيير عقول الناس ومحو الأفكار القديمة والسلوك الذي يتأتى عنها. أرغم المالكون السابقون للأراضي والرأسماليون على الخضوع لإعادة التأهيل، وهم يرتدون قمصانا كتب عليها عنصر برجوازي. من الأقوال الشعبية الشهيرة المقتبسة عن ماو بشأن دور الثوار: لا إعمار من دون دمار، دمر أولا وسيظهر شيء جديد من بين الأنقاض. فكان الشعار الأساسي: دمر لترى ما سيحصل بعد ذلك، ومن المفترض أن يصبح العالم أفضل، لكنه أصبح أكثر سوءا. لم يشهد التاريخ العريق للصين دماراً كالدمار الذي تسبب به الحرس الأحمر، فقد تعرضت الأديرة في مختلف أنحاء البلاد وصولاً إلى المناطق البعيدة كالتيبت للنهب والتدمير، وشهدت المواقع المهمة كالمدينة المحظورة حراسة مشددة بناء على أوامر زوين لاي، ولكن قوات الصدم أطلقت العنان لنفسها في الأماكن الأخرى كلها. آلاف الكتب النادرة والطبعات الفريدة من نوعها رميت في النار.
مهما بلغت نسبة تطرفها تندمج الثورات كلها في صورة ما تسببه من دمار. وبعد إدانة المذهب الكونفوشي القديم حلت محله الشعائر الماوية الجديدة. خلال الثورة الثقافية كان عمال الهاتف يرحبون بالمتصلين قائلين يحيى الرئيس ماو بدلا من ألو في الأرياف، وطبعت كلمة وفي على خاصرة الخنازير كدليل على أن الحيوانات قادرة أيضا على الاعتراف بعبقرية الرئيس. في المجالس الخاصة والعامة قدمت رقصات الوفاء تعبيرا عن التفاني لقضية ماو.